بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا في كل مكان، شكرا للزميل حمد الطويرش. نتواصل مشاهدينا في هذا الانطلاق الجميل، نتواصل في هذه الانطلاقة قبل النهائية، انطلاقة الشوط الثاني عشر وخاص بالبكار المحليات الأصايل، الانطلاقة بعد ظهيرة هذا اليوم الساعة الثانية إن شاء الله بعد الظهر تتم انطلاق الخاصة بالثنايا أصحاب السمو الشيوخ هنا مشاهدينا في هذا الميدان. نتمنى التوفيق للجميع. ننتقل وياكم مع بديعة مقدمة الشوط عمر بن أحمد بن سهيل العامري. هناك من يتقدم مع بديعة من البداية، بينما المركز الثاني وصول من طيف لحمد بن سالم بن ذعلوب الاكتبي، تتقدم كذلك هي الأخرى لتكون وصيفة من البداية مع المركز الثاني. النقلة القادمة كما نتابع حفلنا الكريمة لإخوة المتابعون، وصول وقدوم من سرابة لحمد بن سعيد بن حمد الراشدي، وصلت كذلك إلى المركز الثالث. النقلة القادمة مع انطلاق الشاهنية مع الشعار هناك الصمود الله يا بالعظيلي سالم بن محمد بالعظيلي العامري، وصول وانتقال قوي مع شعار الشعر. الوصول الاخر مع المركز الرابع مشاهدينا، والاول خامس الوصول مع انطلاق هناك جميلة لصالح بن محمد بن سالمين العامري التي وصلت واحتلت المركز الخامس. النقل السادس مع انطلاق ازعاج مملوك لعبد الله بن علي بن جهيم المري وبجوارها في المركز السابع والرقم سبعة، هي نهب لراشد او رايد بن سعيد بن محمد الصيعري. والنقلة القادمة مع انطلاق زعفرانة لسعيد رب الخزع العامري بالمركز التاسع والمركز العاشر، وصول وقدوم مع الشاهنية لسعيد بن نابت بن خيلة العامري. هذا هو النداء الأول لهذا الشوط ولهذه المراكز المتقدمة العشر الأولى. خلونا ننطلق إلى المقدمة مرة أخرى ونرى هناك من البداية هناك بديعة مبدعة وعمر بن أحمد بن محمد بن سهيل العامري. ما زالت بديعة مشاهدينا تقدم الأداء الجميل ومبدعة كما ذكرنا، عمر بن أحمد بن محمد بن سهيل العامري في صدارة الشوط والمركز الثاني. مباشرة هناك الغدوم والأداء الجميل الآخر الذي يقدم مع انطلاق الطيف مملوك لحمد بن سالم بن ذعلوب الاكتبي. ما شاء الله وتبارك الرحمن، هذيل الاثنين انفرد من البداية بمقدمة الشوط بالأداء الجميل. يا ريت مخرجنا دائما والمسافة شوفوا قبل أطلب من مخرجنا بطلعة الهواري، ندري أن طلعات جميلة يعني أعطانا المسافة قبل أن نطلبها مشاهدينا وبإخراج الجميل. شوفوا المسافة، شوفوا الفارق ما شاء الله وتبارك الرحمن. أخرنا خلنا نشوف البقية، شوف هناك البقية القادمة مع المركز الثالث والمسافة الطويلة التي انفرد بها المركز الأول والمركز الثاني. شوفوا وصول
وغدوم من قبل سرابة لحمد بن سعيد بن حمد الراشدي تتقدم الى المركز الثالث في هذا الاداء الجميل. بينما هناك الدخول من القادمة الاخرى هي الشاينية لسالم بن محمد بن العظيلي العامري، كذلك هي دخولها يا السلام، وتحمل هذا الشعار الجميل وهذا الشعار المميز، شعار الصمود، شعار الشعر. الله يا ابن عظيلي. نعود ونتابع مشاهدينا، هناك الغدوم مع جميلة لصالح بن محمد بن سالمين العامري، كذلك هي الأخرى راية الشعار المتميز الآخر الذي يتدخل من المناطق الخلفية للكاميرا الثانية، هي من تتابع هذا الأداء الجميل. نعود ونتابع معكم الدخول الآخر مع انطلاقة زعفرانة لسعيد بالعسة بالخزع العامري التي وصلت الى المركز السادس والمركز السابع بالرقم 7، وهي نهب لرايد بن سعيد بن محمد الصيعري الاخرى، كذلك هي من دخلت بالاداء الاخر الجميل. والمركز التاسع هناك ازعاج لعبد الله بن علي بن جهيم المري بالمركز التاسع، والمركز العاشر شعار بن خيلة اللي قادم مشاهدينا في المناطق الخلفية. هذه نتيجتنا مشاهدينا في كل مكان أينما كنتم، ونحن نتابع هذه الانطلاقة ونتابع الاثنين اللي فردا بعدسات أبو ظبي الرياضية وبالمخرج وبأيضا مشاهدينا المصور، و يا السلام كل شيء جميل يسير مشاهدينا على ما يرام في عاصمة الميادين. هنا المقدمة من البداية بديعة، مبدعة بديعة، مبدعة بسلالتها، مبدعة وبأداها الراقي، مبدعة وبجوارها طيف، هنا بديعة ومبدعة بالفعل، كلها مبدعات وانفراد من البداية مشاهدينا. بديعة مملوكة لعمر بن أحمد بن محمد بن سهيل العامري في صدارة الشوط، أما المركز الثاني بجوارها تماما وهي رفيقتها في هذا الأداء وفي هذا الانطلاق طيف، مملوكة لحمد بن سالم بن ثعلوق الاكتبي. يا السلام، الاثنين انفردات انفراد، والاثنين مشكلات كادر كامل، والاثنين مشاهدينا لهذه الشعارات التحية. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، هناك من سهيل العامري وأيضا من ثعلوب يقدمون أداء جميل ومشكورين الاثنين. خلونا نشوف البقية اللي قادمة، اللي بيقرب يا شباب، اللي بيقرب يقرب مطيته من الآن، يقرب مطيته ما يقول أفا. الله يا سلام، هنا وصول وقدوم، الشباب قربوا، نعم قربوا، هناك قربوا يا سلام. بدت الأمور وبدأ شعار بالعظيم يخترق من عمق الميدان ليأخذ المركز الثالث مع الشاهنية سالم بن محمد بن العظيم العامري. وهناك وصول، تحرك الراشد، تحرك حمد بن سعيد الراشد، تحرك نعم، وبن خيلة ويانا من المركز الحداشر ما شاء الله، ووصل الآن الخامس كالعادة، الشعار يعرف له عفدات جميلة بن خيلة ما شاء الله. سعيد بن نابد بن خيلة مع الشاهنية، وهناك من الجانب الآخر أيضا وصول مع رايد بن سعيد محمد الصيعري، كذلك وصول، وكذلك وصول آخر من جميلة لصالح بن محمد بن سالمين العامري. حركوا، اللي بيحرك حرك، الله بعد ما يقول فات الفوات، الله يا سلام، حركوا، الله الأداء جميل وما شاء الله. وين دخلنا؟ وين وصلنا؟ وين؟ آه يا سلام، شوف الأداء وشوف الانتقال وشوف المركز الأول والمركز الثاني اللي انفرد من البداية وزاد في انفرادتهم، زاد في انفرادتهم. هناك بديعة وهناك طيف، بديعة يا السلام يا السلام يا السلام. هناك المقدمة والمركز الأول من البداية، عمر بن أحمد بن محمد بن سهيل العامري بن ثعلوب قادم، طيف وصلت، طيف بدأت تتحرك لحمد بن سالم الذعلوب الاكتبي. الله، وصلنا الأجواء الجميلة مشاهدينا. خلاص اللي بيحرك حرك ما يقول أفا، ما شاء الله الشباب حركوا وسمعوا الطج. أنا الكيلو متر الأخير
الكيلومتر الأخير الشباب الله مخرجنا اعطينا البقية اللي قادمة الله ركز لي وشوف لي المسافة تخلصت يا ابو طلعت المسافة بين المركز الثالث والثاني ولكن الصدارة الله راح روح في الصدارة روح راح العامري مرة اخرى عمر بن احمد بن محمد بن سهيل العامري مع بديعة غيرت مرة اخرى لتنطلق والمركز الثاني هناك من ذعلوب اعطني كيب ميكا من نمبر 3 بليز وبالعظيل وصل وبالنابت وصل الله 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 يا سلام يا سلام ووصل الجميلة لصالح بن محمد بن سالمين العامري ويا سلام ما زال هناك عمر بن احمد بن محمد بن سهيل العامري مع بديعة ركز 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 تغيير تغيير طرى وجرى على المراكز المتقدمة يا سلام يا بن خيلة يا سلام يا بن عظيلي يا سلام اشعر بالجرين خلينا نشوف الاشعار ولكن الصدارة ذابت مع المركز الأول مع بالعظيلي مع الشار الشاهنية وسالم بن محمد بالعظيلي وهناك أيضا بن سالمين وبالقرين أتانا فاجأنا ولكن تهانينا نزفها لمالك الشاهنية سالم بن محمد بالعظيلي العامري كالعادة المركز الثاني هناك جميلة لصالح بن محمد بن سالمين العامري والمركز الثالث المركز الثالث فاجأنا شهد العزاء هناك زعفرانة فاجأنا سعيد بالعفة بالخزعة العامري رغم هذا العطل الفني ولكن مفاجأة قوية في خط النهاية للمركز الثالث والمركز الرابع المركز الرابع هناك شاهينية سعيد بن نابت بن خيل العامري والمركز الخامس المركز الخامس بديعة لعمر بن أحمد بن محمد بن سهيل العامري تهانينا للجميع ولنا عودة مع الكنترول ومع المركز الأول والتوقيت الزمني وأبو طلعة الهواري عشر دقيقة سبع ثواني وستة أجزاء من الثانية التوقيت الشاهنية لسالم بن محمد بن العظيل العامري لأداء جميل الشاعر شكرا المركز الثاني 13 دقيقة 8 ثواني وأربعة أجزاء مصاحبة من الثواني نهني مالك جميلة صالح بن محمد بن سالمين العامري والمركز الثالث عشر دقيقة تسعة ثواني وفاء وتماما هي زعفرانة وهي رعية المفاجأة الأخيرة لسعيد بالعثة بالخزع العامري والتحية للجميع مشاهدينا في كل تهانينا والناموس